شعبان. الدور 16 من منافسة السيدة الكأس لم يحمل المفاجأة في مباراة مولودية وهران واتحاد الحجار بملعب أحمد زبانة. مولودية وهران دخلت مباشرة في اللقاء وبدون مقدمات، بنيطو يفتتح مجال التهديف في الدقيقة 7 بعد عمل ممتاز في الرواق الأيسر. اتحاد الحجار اعتمد كثيرا على الكرات الثابتة التي كادت أن تغالط إحداها الحارس دحمان، وفي الدقيقة 21 المهاجم إلياس كوريبا يعمق الفارق بإمضائه للهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من صانع الألعاب عود. اتحاد الحجار انتظر إلى غاية الدقيقة 30 ليصنع أول تهديد حقيقي للحارس دحمان بهذه التسديدة من بندريس. وفي اللحظات الأخيرة من نهاية الشوط الأول كاد المهاجم كوريبا أن يغالط الحارس بوعزيزي لتنتهي المرحلة الأولى بنتيجة هدفين دون رد. الشوط الثاني سار بنهج سابقه ووصلت المولودية حملاتها الهجومية وتمكنت من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 65 بهذه التسديدة الرائعة من بنيطو. اتحاد الحجار حاول تسجيل هدف الشرف ولكن محاولته باءت بالفشل، وفي الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة البديل سباح يمضي الإصابة الرابعة لتنتهي المواجهة بتفوق مولودية وهران بأربعة أهداف دون رد أمام اتحاد الحجار. الحمد لله على كل حال، ليسونسيال بور نو سكو لحقنا الدور مشرف، شرفنا احنا ان طونك طاقم، شرف اللاعبين وشرف الاداره نتاعنا اي لو بتي فيلاج نتاعنا هنا كي ايتي توجور ان فيلاج فورماتور. الحمد لله انهينا السنه بنتائج ايجابيه وهذا محفز للاعبين ولينا كذلك باش نستمروا في العمل في ظروف جيده. واليوم اكدنا الشيء اللي تكلمنا عليه في السابق وهو ان اللاعبين تاع فريق مولودية وهران لاعبين في المستوى ولكن يمكن لازم لهم نوع من التعطيل.